بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هيكون عن شفرة هيل أو هيلز سايفر. في هيل سايفر أو شفرة هيل بدينا المفتاح في شكل مصفوفة زي ما احنا شايفين هنا. ده دي مصفوفة 3×3، ومديني طبعا البلاين تكست أو النص الصريح اللي عايزني أشفره بطريقة هيل، والخوارزمية بتاعتها بتكون إنه النص المشفر هيساوي لي المصفوفة بتاعت المفتاح مضروب في المصفوفة بتاعت النص الصريح مود 26. يلا هنبدأ. كيف اوريدي مديني المفتاح؟ المفتاح طبعا ممكن يديني له بالشكل ده، أو ممكن يديني عبارة عن كلمة. إذا أداني له عبارة عن كلمة، عناصر المصفوفة بطلعها من الجدول ده. لو قال لي يا أخي هلو، ده المفتاح، هشوف ال H ب7، ال E ب4، وهكذا. هسي هنا هو مديني ليها مصفوفة جاهزة 3×3، ده المفتاح. نجي للنص الصريح اللي احنا عايزين نشفره، بنرتبه بالطريقة الآتية. بنشوف المصفوفة فيها كم، أو المصفوفة المفتاح فيها كم عمود؟ فيها 3 أعمدة. فبالتالي لما أجي أعمل مصفوفة للنص الصريح، بحاول بخلي يكون فيها 3 صفوف، بغض النظر عن أعمدتها تكون كم، لكن لازم يكونوا 3 صفوف. هنعرف ليه بعد شوية. يعني بالشكل ده، والشكل ده طبعا دي هسي 4×3، 4 صفوف، 4 أعمدة في 3 صفوف. ليه؟ لأنه لو جينا قسمنا شفنا عدد الحروف اللي في النص الصريح بتاعنا ده، هنلقاه عبارة عن 4×3 في 12 حرف. نجي نشوف النص الصريح، نعمل منه مصفوفة. ده النص الصريح، أتأكد طبعا هو نفسه ده لكن بدون سبيس. بنجي نوزعه بالشكل التالي في شكل مصفوفة. بنمسك عمود عمود، اتاك اي تي تي، نجي صح العمود اللي بعديه، اي سي كي العمود اللي بعديه، اي تي دي اللي بعديه، اي دبليو ان، يعني بنوزعها كده بالطول بشكل اعمدة. بقت عندنا كم؟ 4×3، فيها 3 صفوف و4 أعمدة. بعد كده نجي نستطيع نعوض عن كل حرف بما يقابله من رقم في الجدول. يعني عندنا الـ A، صادف انه عندنا الصف الاول ده كله A، فبالتالي هيكون كله اصفر. ليه؟ لانه الـ A بصفر. كذلك بنعمل نفس الطريقة في باقي الحروف كلها الى ان يكون عندي مصفوفة بالشكل ده. مصفوفة عندي المصفوفة دي. بعد كده بجي بطبق القانون اللي هو مصفوفة المفتاح ضرب مصفوفة النص الصريح مود 26. دي مصفوفة المفتاح معطى أصلا، ودي المصفوفة اللي عملناها الآن من النص الصريح ده. نجي نضرب. ضرب المصفوفات دايما بيكون الصف في العمود، يعني عناصر الصف في عناصر العمود. يعني كالآتي، بنمسك مثلا، نبدأ نقول دي سي 1، تمام، سي 1 1، ده سي ده الحرف الأول طبعا دايرين نشفره. عن احنا هنطلع هنقول 17 اللي هي دي، عفوا 17 في صفر، تمام. نحطها ما بين أقواس، زائد 17 في 19، زي ما قلنا الصف في العمود، 17 في 19، زائدا 5 في 19،
الناتج ده كله هيكون مود 26. تمام، نجي نشوف الكلام ده يساوي كم. 17 في 0 طبعا 0، و17 في 19 تساوي 323. 323 و5 في 19 بتساوي 95. ده كله طبعا الناتج مود 26. ويساوي 95 زائدا 323 هيديني 418. 418 مود 26 أنا بحسب فيها هسي هيساوي 2. ممتاز، نشوف الاثنين دي في الجدول تعادل شنو، اللي هي بي تساوي بي، لا عفوا تساوي A 0 A B C، هتساوي ايوه هتساوي C. تمام، نجي للصف العمود اللي بعده، نفس الصف ده هنضربه في العمود الثاني، هنقول وده هيدينا شنو، نقول سي 2-1 تساوي 17 في 0 كالعادة، صادف انه صفنا كله الاول كله A وبالتالي كله اصفر. زائدا 17 في 2 زائدا 5 في 10 مود 26. إذا ما سطر جديد صفحة جديدة، أوكي، وده حيساوي 0 زائد 34 زائد 50 مود 26. هيساوي 34 و50 84 مود 26 هيساوي 6. والستة تعادل في الجدول جي. ممتاز،
نجي بعد كده نحسب العمود اللي بعده، يعني نفس الصف في العمود الثالث ده. هنقول 17 في 0 كالعادة، سبعتاشر في تسعتاشر زائدا 5 في 3. مود 26. هيساوي 0. 17 في 19 كم يا جماعة؟ 323. أعتقد حسبناها قبل كده فوق. أيوة، زائد 5 في 3 15. نعمل 383 مود 26. هيساوي 0. وفي الحالة دي ما في باقي قسمة. 338 على 26 فيها 13 والباقي 0. ممكن تتأكدوا تحسبوها، يعني ممكن أنا برضه أكون غلطان. 0 كده اتأكدت. والصفر ده اللي هو ما يعادل ايه؟ نجي للعمود اللي بعديه، طبعا 17 في 0. نلاحظ ان احنا صفنا الاول كله عبارة عن اصفار، وسبعتاشر في 22 5 في 13. نشوف النتيجة. 0. 17 في 22 تساوي 374. زائدا 13 في 5 ب65، ده كله طبعا مود 26 يساوي، لو خلي المود في الآخر 65 زائدا 374، 439. مود 26 يساوي 23. نشوف 23 دي اللي هي في الجدول اكس اكس، نخليها كابيتال اكس. ممتاز كده، احنا طلعنا تشفير الحروف في الصف الاول. يعني شايفين انا هنا كاتب شنو؟ كاتب C11 C12 C13 C14، ده معناته دول كلهم في الصف الاول. العنصر الأول في الصف الأول، العنصر الثاني في الصف الأول، العنصر الثالث في الصف الأول، والعنصر الرابع في الصف الأول، زي ما هو واضح هنا ده C11 C12 C13 C14. ممتاز، يعني تشفير الأربع أصفار دي هيكون
سي جي اي اكس. واضحة؟ بعد كده هنبدأ مع الصف الثاني اللي هو في المفتاح. هنمسك الصف الثاني ده نضربه في كل عمود. احنا كنا شغالين في الصف الأول في كل عمود من مصفوفة النص الصريح. همسك بعد كده الصف الثاني من مصفوفة المفتاح، هضربه في كل عمود في مصفوفة النص الصريح. الناتج هيديني العناصر بتاعت الصف ده، زي ما هسي احنا طلعناه ده كان الناتج بتاع الصف الأول، ده هنا هيديني الناتج بتاع الصف الثاني بعد ما انتهيت منه. بجي بعد ذاك للصف الثالث اللي هو الأخير في مصفوفة المفتاح، هأضربه في كل الأعمدة بتاعت النص الصريح، والناتج هيديني العناصر المشفرة للصف الأخير والثالث في مصفوفة الصف النص الصريح، وهرصهم كلهم كده مع بعض وهقول له اتفضل ده النص المشفر للكلمة attack at dawn. دي اختصار عشان بس ما يطول الفيديو، اخلي الباقي عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.